الحمد لله في خضم الأزمات اللي تواجه العالم اليوم 4.3 ممتاز جدا بصراحة. نشوف عدد الشركات الأجنبية اللي جت وسجلت في العام 2023 والأرقام اللي طلعت من غرف التجارة يعني أرقام حقيقة تاريخية. أيضا في هناك هجرة من أوروبا وأمريكا لدولة الإمارات، هجرة للسكن والعمل، هذه أيضا تدل وشهادة من العالم لدولة الإمارات أنها تمشي على الطريق الصحيح. حررنا الأسواق، حررنا تشريعاتنا، رحبنا بالمستثمر الأجنبي، أعطيناه الملكية 100%، وفرنا مشاريع. نحن في إحدى التقارير للأمم المتحدة الأونكتاد، دولة الإمارات احتلت رقم 2 في عملية في استثمار الأجنبي المباشر من حيث عدد المشاريع اللي فتحت في دولة الإمارات. إيه اللي ممكن نكون هنقدمه للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، وإيه اللي محتاجه القطاع الخاص الإماراتي حاليا بعد هذه السلسلة من التعديلات التشريعية والمبادرات التي تم التوقيع عليها؟ إيه اللي ممكن يكون بيتطلع عليه؟ ممتاز. القطاع الخاص يبغي الحكومة معه في استثمارات برا، يبغي التشجيع ويبغي المشاركة. يعني لما صندوق سيادي رايح مثلا الآن في بلد مثل رأس الحكمة بيسحب شركات إماراتية معه، وهي طبيعة العمل أن المستثمر الإماراتي اليوم يبغي نمو ويبغي مردود ويبغي فرص ويبغي شراكة. فلما يكون حليفه شركة حكومية وصندوق سيادي يحس بالأمان حقيقة. هذا واحد. ثاني شيء يبغى يكون معاه أيضا لحل بعض التحديات عند برا. الآن أنت تروح لوحدك صعب، لما تروح مع مجموعة مستثمرين ومعاك غطاء حكومي تفرق وايد.